هاد لسرتا وكو دستي قشتي ناوتشا كردستانيا كان لرقاي. نحن ومنذ البداية كالهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان فتحنا رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والوزراء في الحكومة الفيدرالية وعبرنا عن امتعاضنا وموقفنا، وأكدنا أن هذه الأمور إذا استمرت بلا شك سوف تهدد التعايش السلمي والأخوة في المنطقة، ونحن نرى بوضوح أن حل هذه المشاكل تتم من خلال المادة 140 الدستورية. فقط من خلال الدستور يمكن حل المشاكل العالقة، وإلا كما تعلمون إن أهالي تلك المنطقة ليسوا لوحدهم، لكن الامتثال للدستور هو من مقومات العراق الجديد، ويجب أن يكون هذا هو الحل الأمثل. إذا حاولت أي جهة أن تحل الأمور خارج الدستور فنحن لا نقف مكتوفي الأيادي أمام تلك المحاولات، ونؤمن كذلك أن القانون والمؤسسات الشرعية هي المسؤولة والطريق الأمثل لحل المشاكل. مشكلتنا الأساسية هي أنه نريد أن تعلم الجهات السياسية في العراق أنه لا يمكن العمل بقوانين مجلس قيادة الثورة للحزب البعثي المنحل. هذه القرارات تهدد الأخوة والتعايش السلمي في المنطقة، وهذه القرارات نرى أنها مدعومة من قبل دار المفروضة في محافظة كركوك، ولا يمكن القبول بذلك.